النشرة المحلية، أهلا بكم. بداية، تعد تيندو فرشة تنموية مفتوحة في مجالات عديدة، من أهمها قطاع الصحة الذي تدعم بأجهزة طبية حديثة، حيث وضعت حيز الخدمة مصلحة إنعاش جديدة جهزت بأحدث الوسائل الطبية. عمار تواجين في هذا الموضوع. ضمن استراتيجية ترقية الخدمات الصحية بولايات الجنوب، خاصة تلك التي لها أهمية كبيرة لدى ساكنة ولاية تيندوف، تدعم قطاع الصحة بمكسب هام بدخول مصلحة الإنعاش حيز الخدمة بالمستشفى المختلط سي الحواس. وهذه المصلحة اللي خفت العناء من المرضى اللي كانوا يتنقلوا لولايات الشمال، وهذا مكسب كبير لولاية تندوف. ونشكر كذلك رئيس الجمهورية اللي أنعم هذه الولاية في مجال الصحة، اللي أعطاها عناية كبيرة. يجهز لنا سبيطار هنا في الولاية نتاع تندوف، يعودوا ذاك اللي يمشوا البشر يديروا هنا في بلادهم حدا أهلياتهم. والحمد لله كيفكم تشوفوا، يعني هاي ولات ضاوية، كاين كلش فيها ليكيبمون ميديكال اللي راهو هنا عندنا. هذا اليوم مكسب كبير وهام في الولاية، خاصة بصفة عامة وبصفة خاصة للطاقم الطبي والشبه الطبي العامل في المستشفى هذايا. الحمد لله أريحية للمريض ولينا والولاية كامل تاع تندوف. الحمد لله كلش متوفر، لي زاباراي كل جداد، كل ماتريال راه جديد الحمد لله. بدورها تسعى الجهات الوصية إلى الرقي بقطاع الصحة بالمنطقة، في انتظار إن شاء الله إنجاز المستشفيات التي خصصها وأقرها السيد رئيس الجمهورية لولاية تندوف، وهي مستشفى 120 سرير، مستشفى 60 سرير في أم العسل، مستشفى الأم والطفل 60 سرير، وليموجياليز 24 جنراتور، وتم تهيئة هذا الجناح الهام اللي هو ذا الإنعاش، وبالتالي أصبح يتوفر على كل المواصفات. هي جهود كبيرة تبذلها الدولة إلى توفير كل الإمكانيات ترقية للخدمة العمومية الصحية المقدمة لسكان الجنوب. تنمويا دائما وترقية للإطار المعيش لسكان المناطق النائية بولاية معسكر، انطلقت أشغال ربط 18533 وحدة سكنية بالغاز الطبيعي على مستوى 44 بلدية، في مسعى للحد من معاناة الساكنة في جلب قارورة الغاز وما يترتب عن ذلك من مخاطر. أبو بكر منصوري. على مستوى هذه المناطق النائية بولاية معسكر، أعطيت لهم إشارة انطلاق أشغال ربط 18533 عائلة بالغاز الطبيعي على مستوى 44 بلدية، والمواطن يثمن العملية. كنا نقارعوا لهذا المشروع، يعني كل حلم، والحمد لله بالرجال وبدولتنا هذه الجديدة إن شاء الله رانا نشوفوا فيها راهي تتجسد في الواقع. كنا مغبونين بالغاز، هاك تشوف قرعك عفتي هيا، والحمد لله. نشكر السلطات المحلية والولائية على هذا الإنجاز. وستسمح هذه العملية التي قدرت بتكلفة إجمالية ب 232 مليار ونصف سنتيم في الحد من معاناة الساكنة في جلب قارورات الغاز وما يترتب عنها من مخاطر. مجهودات الدولة واضحة للعيان، والتكفل بالمواطنين أمر ضروري، لأنه يدخل في صلب التعليمات والأوامر التي يأمر بها السلطات العليا للبلاد السيد رئيس الجمهورية بالتكفل بالمواطنين وتحسين ظروفهم المعيشة وتوفير لهم العيش الكريم، وأن الطاقة الحيوية مادة الغاز تعتبر من الضروريات الحياة، خاصة في المناطق النائية والباردة. هي واحدة من أكبر العمليات التي تسهر الدولة على تلبيتها فيما يتعلق بالتموين بالغاز الطبيعي، ولن تدخر أي جهد من أجل تغطية أكبر عدد ممكن من المناطق النائية بهذه الطاقة الحيوية. وبورقلا، وتأمينا لتدفق أمثل للأنترنت، أطلقت مؤسسة اتصالات الجزائر عروضا جديدة بغية تقديم خدمات أفضل لزبائنها الذين استحسنوا هذه الخطوة. المزيد من التفاصيل مع نسيمة جوجيل. إرضاء للزبائن وسعيا نحو تحقيق الأهداف المرجوة، استحدثت اتصالات الجزائر عروضا جديدة. تخفيضات يعني تخفف عن كاهل المجتمع من ناحية المصاريف. سرعة التدفق سما حاجة مليحة فور ياسا، سما بسرعة الواحد يقضي صلاحه ليه ما يقعدش ينتظر. تساعدني بزاف وسائل التواصل، خاصة كنا نتواصل مع العائلة تاعي اللي بعد عليا،
نتواصل مع الاب تاعي ثاني اللي بعيد. تتيح سرعة تدفق الانترنت فرصا للوصول الى كم المعلومات او التفاصيل في وقت قياسي. اتصال الجزائر تطلق صيغا جديدة في هذا الاشتراك اللي هما ايدوم فيبر ايدوم ADSL وVDSL. هذا الاشتراك الجديد كانت الانطلاقة تاعه يوم 27 ماي 2024، بالإضافة إلى تدفقين جديدين اللي أطلقتهم اتصال الجزائر اللي هما 500 ميجابيت و1 جيجابيت، وذلك سعيا من اتصالات الجزائر لإرضاء الزبائن ولدعم جميع ومختلف القطاعات خاصة وبهدف دعمهم وتحفيزهم على تكنولوجيا الرقمنة. التدفق العالي للإنترنت يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وبكفاءة عالية بالنسبة للأفراد والمؤسسات. نختم نشرتنا من ولاية وهران، حيث واكبت المديرية الجهوية للجمارك بوهران فعاليات إحياء عيدي الاستقلال والشباب. المناسبة كانت فرصة لترقية إطارات من الجمارك وتقليدهم الرتب عرفانا بجهودهم في أداء مهامهم. وهبة علالي. بندوة تاريخية حول رمزية الخامس من جويلية في الذاكرة الوطنية، أحيت المديرية الجهوية للجمارك بوهران عيدي الاستقلال والشباب. هؤلاء الرجال وهؤلاء النساء ماشي من 1954، من البداية الجزائريين هما يقاوموا. قلت لكم خمسة جولة وانتصار. قال لي هذا هو الفدائي اللي تخدمي معاه، ما لا كنت لو غارد كور نتاعه كي يدير عملية في الدين الجديدة ولا في سيد الهواني نكون أنا دائماً مراه. كي يكمل عملية نديره موعد ونتلاقه، يرفد المسدس يلمه القسالة في الغفة ويروح. المناسبة حضرتها إطارات من المديرية الجهوية للجمارك وممثلي مختلف الأجهزة الأمنية بالولاية، تم خلالها تقليد الرتب وترقية أعوان إلى مستويات أعلى عرفانا بمجهوداتهم في أداء مهامهم. إن إحياء هذه المناسبة الوطنية لهو محطة مجيدة نعبر من خلالها عن فخرنا بما حققه بلدنا من إنجازات ومكاسب على كافة الأصعدة، وهي سانحة تدعونا في هذا الظرف بالذات إلى ضرورة بذل المزيد من اليقظة والعمل لكسب رهان التحولات الاستراتيجية التي تشهدها بلادنا حاليا لتحقيق التنمية الوطنية. كما تم في نفس السياق تكريم أساتذة ومجاهدين ومتقاعدين بالقطاع. من ولاية وهران نختم النشرة المحلية، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.